بنادنا ال 24 ساعة الأخيرة هذا كل باش نكتشفوه تسويت في شنو اللي يعنيني من اللي ما يعنينيش يهمني ما يهمنيش. كما قلت لكم باش نبدأ بالوضع الوبائي، مهم جدا قبل ما نحكيه في السياسة، قبل ما نحكيه في الاقتصاد، قبل ما نحكيه حتى في الضمار صحتكم، قبل كل شيء وزارة الصحة اللي تعلن انه بتاريخ 2 سبتمبر تم تسجيل 198 حالة إصابة، حالة إصابة جديدة، 178 حالة محلية و20 حالة وافدة، 34 تحليل إيجابي لحالات سابقة لا تزال حاملة للفيروس، وبذلك يبلغ العدد الجملي للحالات 4106 وتسعين منذ فتح الحدود في 27 جوان 2020. الحبيب غديرة عضو اللجنة العلمية لمجابهة الكورونا فيروس يقول البارح أنه تونس في مرحلة التزايد السريع للحالات الحاملة للفيروس هذايا، وكما يقول أنه تم أو إمكانية تسجيل حالات مرضية مستعصية خلال الفترة المقبلة بأعداد قد تفوق طاقة استيعاب المستشفيات، وذلك في حال تسارع نسق ارتفاع حالات العدوى المحلية اللي هي دايوغ في تسارع. كما نبه إلى الوصول أو من الوصول إلى مرحلة تزايد نسق حالات العدوى وهي المرحلة الثالثة في سلم ترتيب درجات خطورة تفشي الفيروس هذايا، وتشكل بذلك تهديد للمنظومة الصحية. يهمكم ولا ما يهمكمش؟ أكيد يلا الكل، الناس الكل، الناس الكل يهمنا، أنتم زيادة اللي تسمعوا فينا يهمكم، مهم جدا. ونبدأ معاك مجدولين، راهو دخلنا في المرحلة الثالثة، معناها المرحلة الثالثة هذا يتولي الانتشار السريع، كما تنجم تسيطر عليه إذا كنت واعي، كما نجم لا قدر الله ما نسيطروش عليه إذا كان تخلي الحبل على الجرارة وتخلي كل شيء محلول على بعض. هو الوضع عموما ما يطمنش، خاطر الحقيقة معناها بعض الأصدقاء خاصة من الأطباء اللي يقولوا لا داعي للهلع والفزعرة والفيروس يتطور بالوقت وراه ما عادش خطير كيف قبل. لكن أنا شو نقول، نقول اون فان كونت حتى حد لا تمكن لليوم من إيجاد لقاح 100% الفيروس هذا، دونك ريالمون ما يعرفوش حتى التطور نتاع الفيروس اليوم ينجم يكون ما نعرفش ان المناخ عنده امباكت سخانه لا تمبيراتور اي تو سا اسافوار باش تجيك بعديك اكتوبر نوفمبر، معناها ريالمون انت اليوم امام عدو جو دي بيان ما تعرفش كيفاش تتعامل معاه. انا اللي قلقني في هذا الكل زاده، احنا تويك عندنا من 27 جوان 3193 حاله، منهم 81% حاله محليه، هذا اللي عملوا لي تيست، خاطر برشا عباد يعيشوا معانا ما عندهم حتى اعراض، ما في بالوش بروحه كونه هو حامل للفيروس وما عملش تيست وما نعرفوش ريالمون العدد الفعلي والحقيقي لحاملي الفيروس في تونس. هذا اللي قلقني انا، كونه العباد هذه تنجم تمشي بحذا عباد مسنه عندها امراض معناها مزمنه، بحذاهم اشخاص اللي فاقدي المناعه. اسكو احنا متحضرين نهار اللي لا يقدر باش تصير موجه كبيره؟ اسكو متحضرين بالحق في اليات الوقايه والعلاج؟ وهذا اللي يحكي عليه الحبيب غديره، راهو ثم جمله مهمه قالها، قال قد نسجل حالات مستعصيه تفوق طاقه استيعاب المستشفيات. هذا كي نحكيو على الكوفيد 19، لكن ما تنساوش اللي احنا قادمين على موسم شتوي، يعني نزله البرد الغريب النورمال، يعني ناس بطبيعتها محتاجه لاسره انعاش اللي كاردياك واللي عنده ضغط الدم واللي هو يعني حالات اخرى اللي بعيده على الكوفيد 19. دونك كي تلمد هذا تجمع هذا مع هذا تلقى ما عندكش امكانيات لازمه لمجابهه واستقبال الناس هذوما، يعني هوني نوليو ممكن اللي لقى فرش يمنع واللي ما لقاش فرش لا قدر الله ما يمنعش. لا صبري جست كمل الفكره خوله، لهنا راه فما جيستيون دي كريز واللي فما اكيد اخصائيين وعباد في الاداره اللي عندنا فيهم الثقه، راه يلزم اكيد فما زاده استراتيجي بلان ا بلان بي بلان سي، وان شاء الله ما نعيشوش بربي ليتات بانيك اللي ريناها راه في الموجه الاولى. الوزير جديد باش نشوفوا كيفاش استراتيجي.